إحدى فيديو قصير لدوري بادل تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للتنس بنادي الوفاق بالرباط. مدير هذا الدوري العالمي محمد شارك فيه 41 فريقا للرجال و5 فرق للسيدات. هذا التاريخ قلت هو للتاريخ ويجسد نشاط السير اللاعب الحكم الدولي أطال الله في عمره من حكام النشيطين في جامعة التنس الذي يحكم العديد من الدوريات بجدية ومصداقية. المهم هذا الفيديو القصير يشارك جريدة عقادي نيوز بنشره وتخليه في الارشيف ديالها لان السي غلاب يستحق كل الشكر وكل الامتنان وكل التقدير على ما يقوم به من مجهودات خلال هذا الموسم. شفنا العديد من التظاهرات دائما بالجديه. الله يعاون ويوفق، وحنا دائما وراء السي غلاب وكل الحكام اللي كيسهروا على تطوير كرة المضرب بالمغرب. من هني لينا من أبشيل كاميليس.